عيونك صارت موجوده بالسياره بس ما سمعتينا. منتابع مشاهدينا معكم وعيد نضاره والانتعاش الى شعرك وظهري باجمل طله طلي مع ضيفنا مزين الشعر العالمي جورج فالوسيان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله جورج والله كثير منيح. يعني بلال كان لازم يكون موجود معنا اليوم، مش معقول. موجه له تحيه كثير كبيره، موجود بالجزائر بما انه انت كمان صديق مقرب له. الله يخليكي، ثانك يو فيري ماتش. فبيسعدنا انك موجود معنا. جورج، انت مزين شعر مقيم بلندن عايش، خبرنا شو سبب زيارتك للبنان؟ والله جيت على لبنان اول شغلي اي هاف فريند هير، كنت حاب اشوفه وشوف الاهل، واجاني الحظ اتعرف على بي لايف جروب جميل. اهلا وسهلا وكون هون موجود معكم. وكمان عم بفكر افتح صالون جديد كمان بلبنان. حلو. هون ببيروت عم نشتغل على الموضوع ان شاء الله من هلا ل قبل نيو يير، قبل كريسمس ممكن يكون مشروع موجود ونرجع نعمل حلقه ثانيه كمان هون ان شاء الله. اكيد. طب جورج، هل بيفرق التوجه بين البلدان الاوروبيه والبلدان العربيه بعالم الشعر وتزيين؟ هلا كلندن يعني كوزموبوليتان، يعني اذا ما بتحسي حالك انه انت باوروبا او ما بتحسي حالك انه سموير يعني غير طبيعي، انه بس عندك يعني كلاينتس هن انجلش او فرنش او شيء. لا، لندن يعني بتقولي يعني ست العربيه هونيك موجوده كل السنه. صح. والموضه ما بتفرق كثير لانه صارت هلا الست الاجنبيه عم تتبع شو الست العربيه عم تعمل. يعني انا بتفاجئ لما بكون بحط صوره على انستغرام او فيسبوك او شيء، بتيجينا لايك ست اجنبيه او حيلا شيء انه غير عربيه، بتيجي بتقول لي انا عاجبني هذا ستايل، كيف بدي اعمل شعري مثل هاي المدام مثلا شعرها فوليوم فيك وطويل مثل شعرات كمان. يعني بتطلع فيها هيك بقول لها وي كان، يعني بدك اكستنشن يعني سمثينغ نوت ايزي. بس الموضه ما بتفرق كثير لانه هن يعني الاجانب هن ذي كرييت ذا فاشن، بس الست العربيه هي بتنفذها، والست العربيه هي يعني مطلعه. انا بعتقد نفس انه رايي الشخصي بعتقد الست العربيه بتفهم بالموضه وبتلحق الموضه اكثر من الست الاجنبيه او حدا. صح. بهمها شكلها ومظهرها، هذا اهم شيء. طيب يعني عم تهتم برايك المراه العربيه بشعرها كفايه؟ عم تهتم بس كمان يعني في كثير هلا تكنولوجي بالبرودكت يعني بيساعدها كثير تهتم، حتى بتعرفي هلا كثير يعني كل يوم صارت الفاشن مثل الميك اب. يعني اليوم بتعمل ميك اب كشعر، اذا بتعمل اليوم ميك اب ديسكالر مثلا ميك اب، ثاني يوم فيك تغيري صاير الشعر نفس الشيء. يعني بتيجي الكلاينت او حيلا شخص او حيلا كلاينت ساعه، يوم بدها بلاك، يوم بدها براون، يوم بدها بلوند، يوم بدها ريد. وهلا بتحب تغير يعني لانه يمكن تزهق كمان من نفس اللون لفتره طويله. 100%. بس شو بيصير كمان يعني في كثير مثلا هير دريسر او شيء ما بيكونوا مثلا مطلعين على شو في نيو تكنولوجي للشعر. هلا صار في ساينس كثير قوي بالنسبه للدامج هير. يعني اذا بيكون شعرك محروق 100% في تريتمنت اسمه سمارت بوند، يعني كان ميكس ذا كلر. خلينا نحكي عن هلا تقنيات اللي بتعيد حيويه الشعر جورج، وسمارت بوند بما انه سميته بالاول. نعم، سمارت بوند هو تريتمنت فينا نعمل نخلط ميكس ات وذ ذا كلر. اوكي. يعني اذا بدك تعملي بليتش ذا فيرست داي، بدك تعملي هايلايت، بدك تعملي كلر تريتمنت ستريتنينج، حيلا شيء، هذا يو ميكس وذ ذا كلر اور اني كيميكال بروسيس، شعرك ما بينتزع، ستاي ذا سيم كواليتي اند امبروف. يعني امبروف اوكي يعني بحسن الشعر، ما بيقعد يخليه يقصف، ما بيقعد يخليه يكسر، بيعمله فيري فيري شايني اند سليك. حلو. طب هالتريتمنت قديش بياخذ وقت لينعمل؟ هذا وي كان دو ات ان تو يعني بمرحلتين. اول أوكي. مرحله فينا نخلطه مع الكلر مثل ما انك شايفه هون. صح. الفيرست هو تو ستيب، ذا فيرست ستيب تخلطيه مع الكلر، سكند ستيب وين يو يعني ما تغسلي الشعر وتخلصي كل شيء. يو ابلاي ات على الشعر ويليف ات 15 مينتس.
اوكي هي اول مرحله مع الكلر، واذا مش حبيت تعملي مع الكلر لحاله لوحده، يعني اذا رايحه تعملي بلو دراي يعني جلوس بلو دراي توداي او سباركلينج بلو دراي فيكي، بس بدك تقولي شعرك الهير دريسر كمان سترينثنج تريتمنت بيقوي لك شعرك ما بيقعد يخليه. طب هل تحسن امتين بنشوفه جورج؟ امتين بلش نلمسه؟ ستريت اواي دغري على السريع. اه حلو. وقد ايه بتضاين النتيجه؟ بتضاين، هو ما بيروح من الشعر لانه هو بوندينج تريتمنت، كيف أوكي. بيشتغل؟ بفوت على قلب الشعره من جوا اند هي ريبيرت، يعني لان شعره كيف بصير تتكسر وهيك لما بيصير على الكيميكال والبلو دراي وبحر وشمس، بصير شعره الكيوتل تبع الشعره تكسر بصيروا يمشوا بعكس بعضهم، من هيك الشعر بصير يعلق ويكسر. صح. لما تعملي هذا التريتمنت بفوت على قلب الشعر من جوا وريبيرت، ما بيروح من الشعر بس حلو. لازم على طول تعملي له توب اب، يعني بنحتاج نعمله اكثر من مره. نعم، يعني مثل فيك تعملي افري مانث اذا شعرك أوكي. يعني تعبان كثير، اذا مش تعبان كثير تعمليه كل شهرين أوكي. مره، بعدين بيصير يعني سيرفيس. انت يعني لما بتحسي شعرك اول مره عملتي تريتمنت وثاني مره رحتي على الصالون حسيتي فرق، انت بتقلي عنه ستريت اوي لانه حسيتي شعرك فرق كثير. طيب نروح للتكنيك الثاني السليك، بنحكي عنه اكثر. السليك هذا نيو تكنولوجي نوجد بامريكا، انا الوحيد الموجود عندي اياه بلندن، الوكيل الحصري هونيك. هذا بس بياخذ 20 مينتس من الوقت من وقتك، يعني في مثلا التريتمنت اللي بنعرفه هو الكيراتين، يعني بياخذ سام تايمز من ساعه لساعتين اوقات ثلاثه. الريحه مش مقبولة ابدا. مزبوط، وممكن يعمل لي كمان هيلث ايشو. صح، لانه ريحته في فورمالدهايد، يعني نحن وي دونت يوز ات انليس، يعني اذا حدا مصر وهيك. هذا التريتمنت بياخذ بس 20 مينت من وقتك، يعني انت عم تغسلي شعرك واطلعي از شامبو. ات ورك اكزاكت، يعني الكواليتي الانجريدينتس قلب التريتمنت نفس الانجريدينتس اللي بيستعملوها للفيشل. حلو. يعني اذا اجى تريتمنت على السكال ما بياثر لك على ما بيقعد يخلي الشعر يهر، لانه الكيراتين اذا اجى على السكال بصير يهر شعرك. هذا لا، وبعدين اذا في عندك داندرف يعني قشري بتروح، اذا في عندك سبوتس كمان بيروح، والانكريز يور بلد فلو كمان، يعني ما بيطلع لك شعر بس يعني بيريديوس ذا هير لوس بتوين 70-80%. طيب بملس شوي الشعر، يعني بنحس الشعر كانه بنحمم وكانه عاملين براشنج بيساعدنا هيك. الحلو في هذا اذا انت بدك، اذا شعرك كيرلي بتعرف في كثير ناس ما بيحبوا شعرهم ديد ستريت، انت بدك تغسلي شعرك اليوم ما بدك تعملي شعرك كيرلي، شو بتعملي؟ بتغسلي شعرك يو دونت نيد براش، خاصة اذا شعر انه مش كثير كيرلي. صح مظبوط، اذا يعني ميديوم ويف ما بدك براش، بس سيشوار يو دراي يور هير. حلو هيك بنزول داون هيك بصير ستريت. هذا لازم تعملها اذا شو وحده زعجتك هيك من الصالون بدك تخلص منها، بتعمل لها ما تقعد تشوفها ما تقعد تشوفها. طيب شو الفرق بينه وبين بلو اوت؟ البلو اوت كمان بلو اوت از يعني فيري سيميلر تو كيراتين. هذا الفرق الحلو فيه 20 مينتس، يعني ما في كثير ناس عندهم وقت يقعدوا ساعتين تنطر. في شيء بدي انا جورج بدي شعري ستريت وسموث بس ما عندي وقت، شو بنعمل؟ بعمل لها هذا. اوكي، اميزنج از ذا ريزولت از اميزنج، نو دامج نوثينج. اوكي، بس يعني ما بيضاين كثير بتوين 4 ويكس تو 6 ويكس. اوكي، بس انه سهله يعني العمليه، انه 20 دقيقه بتقدر ترجع تكررها كانه عم تعملي شامبو. طيب جورج بنروح للهير بوتوكس، كمان هالتقنيه بنحكي اكثر عنها. أوكي. شو تفاصيلها؟ الهير بوتوكس كمان از فروم ذا سيم كومباني، از كولد ار جي كومباني، موجوده بامريكا وكمان انا الوكيل الحصي تبعها بلندن. هذا التريتمنت اتس ناتشرال بلاند، معمول من الليمون اسيد، هاني بيز، الوت اوف اذر انجريدينتس. شو بيعمل هذا الشعر؟ هذا تريتمنت بينحط على الشعر 30 مينتس ستريتنينج، بيعمل لك شعرك ستريت from 70 to 90%، مش ديد ستريت، وبيعد لك الحيويه لشعرك، بيرد لك البروتين على الشعر اللي خسرتيه ثرو ذا كيميكال بروسيس، خسرتيه على البحر، خسرتيه من الشمس او من بلو دراي او تو ماتش براشينج، او اذا كمان ما عم تستعملي شامبو يعني موشترايزنج، بيرد لك كل الانجريدينتس لازم موجوده بالشعر كبروتين حتى الشعر في كيراتين، الكيراتين كمان بيجي على الشعر. حلو. وبيسيل اول ذا كيوتيكل، مثل اللي كنا شايفين هون هيك الشعر هاو شايني، وبضل هيك هذا بضاين 3 مانث. حلو كثير. حلو، يعني هيدا كمان بناسب كل السيدات والصبايا اللي عايشين بمنطقه الخليج. They love it، يعني انا بتقولي تقريبا 90% اوف ماي كلاينت يعني بيجوا من الخليج حتى يعملوه لندن، لانه في ممكن يكون موجود بالخليج بس ذا كواليتي ديفرنت، لانه البرودكت اللي بودوها على لندن او على يوروب بس ديفرنت كواليتي بودوها على دول العالم. المكونات بتفرق مثل ما قلت او الانجريدينتس. نوصل للالوان الشعر بركي جورج، وبنحكي شو اللي دارج
الشقار، الأمبري، شو في ألوان درجة هالموسم؟ هلا شو عم بيصير يعني الكلاين من الامرأة العربية أو الأوروبية عم يبرموا على something simple. يعني something natural، يعني كأنه مثلا تبري تيجي مثلا كيف مثلا أنت تروحي على البحر 2-3 days or a week ترجعي تحسي شعرك شوي فاتح ناتشر من تحت little bit أمبري. عم يسألوا على هالموضوع كلياته، وأنا I think this is the fashion and it will carry on for a long time. أنا I think the baby blonde والأش blonde هلا is the fashion. هذا اللي عم نشوفه. لا هذا اوكي يو كان سي اون ذا اندز هلا شوي من تحت. هذا از نمبر 1 از فيري فيري نايس كلر. يو كان سي يعني تدرجات بالالوان، مثلا من فوق اغمق من تحت يمكن مزبوط. افتح باللون مظبوط. امبري لوك تو ثري كلرز. هلا هذا هون بدك تقولي هاني بلون كمان امبري، يعني ليك اذا تشوفي ما بتقولي انه مصبوغ. يعني ات لوك بتحس كانه على الشمس وعلى الكلور فتح اللون لحاله. ايه يعني فيري فيري ناتشرال. شوف في هون كمان هذا بلوند هير. يعني كمان حتى الالوان كثير يعني ناتشرال عم تطلع. طيب جوج هيدي لاي انواع بشره بتلبق؟ هل اذا بدنا نروح على الشقار الكثير فاتح او مثل هون مثلا؟ نعم. يعني هلا اذا يعني بدك تبعي اول شغله سكين كلر تبعي اللون العيون كلر. يعني مثلا ذيس كايند اوف كلر يعني اتس فيري نايس اي ثينك اون جرين ايز كلر. هذا بيلبق يعني بشره فاتحه وهيك كمان. حتى يعني مثلا يعني يو هاف تو هاف لايك لايت سكين او حمطيه. وعم بينطلبوا هالالوان اكثر جورج، الفاتحه عم نقول اكثر من الغامق البن الغامق كثير كثير. هلا يعني هلا ذيس لوك هلا خاصه جاي السمر هذا ذيس ذا فاشن ذيس كمان الهير كات ذيس هير كات. يعني نحن منا على الموضه ساشا. لا 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 حق عليك جايين. لا بس نجيب العده معك وصلنا قال لي جايكم بس ذيس كايند اوف كلر. لوك هلا شوفي هون هذا اللون شعر از فيري سيميلر تو هير كلر. حلو كمان هالعروس هالموديل الشعر اللي كثير سمحه كثير حلو. كمان في ناتشرال لوك او ناتشرال كلرز كمان. ناتشرال لوك از فيري سيمبل يعني natural look is amazing. يعني you don't have يعني ما لازم تبيني انه انت عامله كثير شغلات. يعني اوقات يعني خاصه contouring around the face يعني اذا بدك تفتحي شعرك ما بقى في لزوم تعملي هايلايت فول هيد. اول شغله بتعب شعرك too much time و I don't think it's in fashion now. contouring around the face يعني شوي شوي هايلايت من هون شوي on the ends هيك بيعطيكي لايك يعني sexy look. يعني no damage for the hair at all. حلو. يعني جورج انبسطنا بحضورك معنا وربحناك طلعت معنا بانترفيو. هلا طلعت منك انه وعدتنا بانترفيو ثانيه. اي ويل بس زياره بيروت ان شاء الله اكيد. شكرا لك جورج. ثانك يو اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل لمطبخ بي لايف.